قناة شباب نتني، والسلام عليكم. رسل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الاتحاد الافريقي لكرة القدم كافا معبرا عن امتعاضه من التهديدات التي سبقت إجابة نهائي أبطال افريقيا بين الوداد والترجي وصادرة عن إدارة وجماهير الفريق التونسي. المراسلة أعلن عنها في اجتماع تقني خاص بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عقد بتونس اليوم الخميس، وحضره ممثلو الوداد الرياضي والترجي التونسي وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والأمن واللجنة التنظيمية. ممثل الفريق التونسي عبر عن غضبه من مراسلة الفيفا وأشار إلى أن فريقه تلقى توصيات من رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد بضرورة الالتزام بالروح الرياضية. من جهة أخرى، ينتظر أن يحل بتونس اليوم الخميس رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أحمد أحمد لحضور إياب نهائي دوري أبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي والوداد المبرمج يوم الجمعة 31 مايو 2019 بداية من الساعة 10 بملعب راديس. كما سيصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني أنفنتينو عشية غد الجمعة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.